أهلا بكم، كونوا معي وشرح مبسط لبرنامج الكام تيك استوديو. اقضوا وقتا ممتعا. بسم الله تعالى نبدأ. شغل البرنامج وتعرف على مكوناته. يري شريط العنوان شريط الأوامر، وهنا شريط تسجيل الشاشة ومنطقة جلب ملفات الميديا كالفيديو أو الصوت والصورة، وهنا مجموعة تفرعات ومكونات منها أدوات للشرح والزوم وغيرها، وهنا تشغيل العرض ومنطقة المسارات. الآن سنستعين بعرض تقديمي من الباوربوينت. اختر الوظائف الإضافية ثم ريكورد، انقر الزر في حال رغبتك البدء بالتسجيل، وزر الهروب سكيب للتوقف. ثم ستوب ريكورد وحفظ ثم إديت. ستجده الآن ببرنامج الكامتيجا للتحرير. ضع حركة انتقالية بين الشرائح وذلك بالسحب بين المنطقتين، ثم قم بتظليل أو تحديد بعض الكلمات تحرك قليلا لتضع تحديد آخر، وثم قلل المدة الزمنية لهما. أداة شرح، سنضع زوم. لاحظ الطريقة، بقي وضع الخلفية الصوتية. لاحظ أولا حركة الزوم، ضف مسارا جديدا ومن ثم امبورت ميديا. هنا سنحتاج إلى ملف صوتي لجعله خلفية. طبعا يتم جلب ملف الصوت إلى المكان المحدد. الآن احفظه كملف فيديو لرفعه بمواقع الإنترنت والاستمتاع بمشاهدته. شاكرا متابعتكم، دمتم بخير.